أيها السادة، الآن نعود إلى ساحة القرآن الكريم ولنستمع لفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد الفلاح، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأدخل الذين آمنوا الصالحات جنات جنات تجري تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
والدينا فيها بإذن ربك. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها
وأدخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة وفضلها في السماء أصلها ثابت وفضلها في السماء أصلها
نفحت مولانا وفرغا في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال استمعنا لما تيسر من آياتها من صاحب الصوت الندي الرخيم والأداء السليم أستاذ القراءات بجامعة الملك عبد الله بالسعودية سابقا وابن كفر وحسين بالزقازيق فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد الفلاح. أتقدم بجزيل الشكر لفضيلته ولحضراتكم جميعا وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور زكريا الخطيب وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية والأستاذ الدكتور أبو المجد الشربجي وكيل كلية التربية بجامعة الزقازيق وأمين عام حزب مستقبل الوطن بالشرقية والذي شرفنا وأسعد بلقائه هنا ببيشة قايد وبيشة قايد دائرة القنايات.
يا الإخوة الأحبة، من هنا من كبرى قصور الضيافة المتنقلة المتلألئة بأنوارها الذهبية والمكملة بهندستها الإذاعية وواجباتها الفندقية، إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد من بيشة قايد إلى ربوع الجمهورية للحفلات الراقية، أتقدم بجزيل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وفضيلة الشيخ الشحات السيد شاهين ولكل أهل القرآن، فضيلة الشيخ السيد محمد علي راشد والشيخ سامي علي أيوب رحم الله ولده، المعلم الكبير الذي كم علم أجيالا لأحكام التلاوة، والقارئ الشيخ السيد مصطفى الحسيني أبو عيطة، وكذلك الشيخ عبد العال الجنيني والشيخ محمد مصباح والشيخ عصام محمد ابو شنف وكل من شرفنا من اهل القرآن.